السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم مرة جديدة مع فيديو في قناة أوزي كروشيه. معكم رحاب مخيمر. النهاردة إن شاء الله هنعمل صينية على قاعدة خشب بخيط الكليم. الصينية دي تنفع يعني للأيام اللي جاية علشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هتبقى شكلها حلو جدا في تقديم العصير أو في تقديم أي حاجة عليها. أنا معايا كل الأدوات بتاعتي. معايا اول حاجه، معايا القعده الخشب اهي، دي قاعده جاهزه بتيجي علشان نشتغل عليها بالكليم، بتيجي متخرمه كده جاهزه. وهحط لكم لينك الجروب بتاع الخشب اللي انا جايبه منه القعده دي. ومعايا كمان خيط كليم مصري اهو. الخيط ده كليم مصري عادي من الكليم القديم، كنت جايباه من فتره، كان الكيلو ب 18 جنيه، اللي هو الكليم مش اللوكس، ده الكليم العادي اللي هو كنا بنجيبه زمان قبل ما الكليم اللوكس يظهر. البقرة دي انا كنت جايبة كيلو ب 18 جنيه. كمان انا قبل ما ببدأ اشتغل بالكليم بفك، يعني لو هو كان زي الكليم المصري بتاع زمان كنت بفك البقرة كلها عشان اعرف العيوب اللي فيها واعرف عدد الوصلات واوصلها بالخيط وكده. فانا فكيت البقرة دي كلها، ما لقيتش فيها ولا وصلة، سبحان الله، يعني مع ان هي كليم مصري عادي خالص من القديم ده، لكن ما فيهاش ولا وصلة. وكمان ما لقيتش فيها خيط سمكه غير التاني، البقرة كلها سمك واحد وكلها ما فيهاش ولا وصلة. هي طبعا بتيجي صدف معاكي، وخيطها كمان حلو جدا من النوع اللي هو بيمط شوية، فيه مطة خفيفة كده. هو معايا الخيط زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا كمان إبرة مقاس 6 علشان اشتغل بيها على الخشب. انا بحب اشتغل على الخشب بالابره الرفيعه شويه عشان تدخل في الفتحات بسهوله. وكمان معايا ابره مقاس اكبر، مقاس 8 علشان سمك الخيط. ممكن كمان نستعمل ابره مقاس 9 حسب سمك الخيط اللي انت بتستعمليه. اول حاجه هعملها، هاجي على الفتحات اللي في الخشب دي. اول حاجه معلش اقول لكم عليها كمان، انا مسكت الخشب ده نضفته قبل ما اشتغل عليه، جبت قماشه مبلوله عشان بيكون فيه علامات سودا غامقه كده شويه، فجبت قماشه مبلوله ومسحته، وكمان بعد كده نشفته. هي بتبقى ميه بسيطه جدا اللي استعملتها علشان المع الخشب بس عشان لما اشتغل عليه يكون شكله نظيف. اول حاجه هعملها هسحب الخيط اهو، وهقفل بغرزه منزلقه. طبعا هو الموضوع بيكون في الاول صعب لان مقاس الابره اللي انا بستعملها مش مناسب للخيط، لكن لازم استعمل ابره مقاس صغير علشان الفتحات بتاعه الخشب بتكون صغيرة. انا هقفل بمنزلقة وبعد كده هشتغل على كل الفتحات بتاعت الخشب. هشتغل، حاول كده بالراحة ان انا اطلع الخشب، اطلع الخيط، اشتغل عليها كلها حشو اهو. تمام كده بالراحة كده بالسياسة هشتغل كله اهو، هشتغل على الفتحات دي كلها غرز حشو عادية. خلاص كده انا اشتغلت على القطع الخشب اللي معايا في كل فتحات الخشب، اشتغلت في كل فتحة غرزة حشو واحدة. طبعا عدد الغرز اللي احنا بنشتغله في الفتحات بتاعة الخشب اللي بيحدده هو سمك الخيط، وكمان قرب الفتحات من بعض. يعني في خشب انا شفته متقطع بيكون الفتحات بعيدة شوية عن بعض، فده طبعا ممكن نعمل فيه في كل فتحة اكتر من غرزة. وكمان لو الخيط رفيع عن كده ممكن نعمل تزايد، ان في كل فتحة ممكن نعمل غرزة وفي التانية نعمل غرزتين، او نعمل التزايد اللي نحس ان هو مناسب على مقاس الفتحات وسمك الخيط اللي احنا شغالين بيه. دي اخر غرزة هشتغلها عشان اوريكم احنا هنقفل ازاي اهو بالراحه كده، واطلع الغرز بتاعتي لان دي اصعب مرحله ممكن تعدي علينا، ان انا اشتغل على الخشب. بعد كده بيكون كله سهل ما فيهوش اي مشاكل. هنا في طريقه ممكن نقفل بيها، في طريقتين، لو احنا هنكمل شغل على الغرز اللي احنا اشتغلناها دي غرز حشو عاديه، من يعني هطلع غرز فوق الغرز عادي ما فيش مشكله، هقفل بالطريقه اللي احنا متعودين عليها اللي انا كده اهو، هاجي على حرف الفي ده وهسحب دي كده اهو، شايفين اهي اتقفلت اهي، اتقفلت مفيش مشكلة، وهرجع اشتغل غرز حشو عادية جدا عليها. طيب احنا دلوقتي، انا دلوقتي مش هشتغل غرز كده، انا عايزة اعمل حرف للصينية، فحابة ان انا اشتغل اول سطر في الغرزة الخلفية. عشان كده انا هفصل الخيط بتاعي، لان طريقة القفل دي اهو
محتاجة ان انا اسحب الخيط كده واقفله بطريقة تانية عشان افصل القطعة دي، علشان انا هشتغل بعد كده في الغرز في الحلقة الخلفية الحرف الفي ده. وهجيب اهو الابرة بتاعتي وهدخل زي ما احنا متعودين هنا تحت حرف الفي عشان تديني شكل الغرزة اللي احنا متعودين عليه اهو، والفي اللي قبله هدخل في نصها كده خلاص علشان اهو الحرف يبان ان هو كله شبه بعضه ومقفول بنفس الطريقة. وبعد كده هداري الخيط كده تحت الغرز بتاعتي. خلاص كده تمام. طبعا انا لو لقيت الابرة بتترس معايا احاول ان انا اطلعها بطريقة يعني اهو هي طلعت اهي. طبعا السحب برضو فيه مشكلة لان الكليم عايز معاملة خاصة كده، يعني عايز ان انا بالراحة كده لانه هو طبعا عشان قماش فبيترس في بعضه، فطبعا عايز ان انت تشدي جامد. طبعا القماش مش ناعم زي خيط المكرمية مثلا او زي اي حاجة اهو، يعني انا شدتها بسناني طبعا انتم مش شايفين بس انا شدتها بسناني لان الابرة جامدة ان انا اشدها، عشان كده صعب بعد كده ان الخيط يفك من بعضه. خلاص كده اهو هي اتشدت كده جامد كده، الصينية اتقفلت معايا بنفس اهو كل الغرز شبه بعض بنفس الطريقة ما فيهاش اي اختلاف خالص. بعد كده الابرة بقى المقاس الكبير انا خلاص هبدل وهشتغل بالمقاس الكبير. هاجي في اي مكان او مكان القفلة بتاعتي مثلا اهي هاجي فيه، بس في هنا خطوة احنا كنا متعودين نعملها. لو انت حابة تشتغلي منزلقة في الفتحات دي اشتغلي، ممكن تكملي الصينية من غير ما تشتغلي منزلقة اللي يريحك، يعني انا شايفاها كده كويسة وكده كويسة، فانا ممكن اشتغل سطر منزلقة لون من الوان الخيط اللي معايا هو فيه لونين، انا ممكن اشتغل سطر هدور بس على الفتحة بتاعتي او المكان اللي انا قفلت فيه اهو وهاجي عليه وهشتغل سطر منزلقة. انت طبعا ممكن ما تشتغليش السطر ده ما فيهوش اي مشكلة خالص، يعني انا شايفة ان شكل الصينية كمان هيكون كويس من غيره، وفي ناس ما بتحبش الاخرام دي تكون باينة ابدا اهو. هسيب الطرف التاني وهشتغل على كل الفتحات دي منزلقة اهو تمام كده اهي بالراحة كده واشد الخيط بالراحة. كل فتحة من دول هعمل فيها غرزة منزلقة عشان بس اداري الاخرام او كمنظر عشان يكون شكل الصينية شكلها كويس اهي. هكمل الفتحات كلها علشان نقفلها مع بعض. خلاص انا كده اشتغلت على كل الغرز اشتغلت عليها منزلقة زي ما انتم شايفين. بعد كده هقفلها دي اخر غرزة اهي علشان اقفل المنزلقة تمام. بعد كده هفصل الخيط اهو وهجيب برضو ابرة التنظيف وهشد الخيط اللي جوه ده اهو اللي هو لسه سايب، وهاجي من تحت حرف الفي الاولاني وهسحب الخيط اهو حاول اظبط الخيط بتاعي علشان يكون شكله كويس اهو اسحبه مظبوط تمام كده اهو نخلي الابرة ملضومة اهو انا سحبته اظبطه بس كده عشان العدلة بتاعته عشان يبقى اخد شكل الغرز كلها اهو انا سحبته كده. هاجي على حرف الفي اللي قبله وهدخل في النص كده واعديه من الفتحة بتاعت الخشب اهو اسحبه لجوه تمام كده. خلاص هي كده اهو شكل الغرز كلها بقى واحد ما بقاش فيها حاجة مختلفة. نشده كده عشان كله يبقى شبه بعضه تمام كده. بعد كده هاجي من جوه وهربط ربط خفيفة جدا ربطة واحدة بس كده قبل ما داري الخيط. الخطوة دي مهمة جدا في الوقت ده لان انا لو عديتها بعد كده هاجي اعملها هلاقي الموضوع صعب لان الحرف خلاص يعني الغرز بتاعت
بتاعة الصينية هتكون طلعت خلاص، اللي هو جسم الصينية نفسه. هاجي بعد كده اعمل بالإبرة، هلاقي المنطقة ضيقة وهلاقي الدنيا صعبة جدا. خلاص اهو انا بعدي بس كده، ايه مجرد ان انا بمشي الخيط الرمادي ده وسط الخيط التاني اهو علشان اداريه. تمام كده، معلش انا بضطر ان انا اشدها بسناني لان انا ايديا مش سعفاني قوي، لان هي عشان تشديها بتبقى جامده شويه. خلاص الناحيه التانية اهي هنضمها كده، وهمشي برضو تحت الغرز اللي ناحيتها عشان ما الخيط ما يبقاش مكلكع معايا اهو. تمام كده، خلاص كده حرف الصينية او السطر الاولاني كده تمام معانا، وانا فصلت الخيط وكله تمام، وخلاص مش هحتاج الابرة المقاس الصغير دي ولا هحتاج الخيط الرمادي، هحتاجه في الاخر بس عشان الحرف بتاع الصينية هعمله من لون تاني. هاجي بعد كده اهو، هاجي على الحلقة الخلفية زي ما انتوا شايفين اهي، اوريها لكم كده انا بس عشان مقاس الصينية حجمها كبير، هي مقاسها حوالي 30 سنتي، فانا مش مالكة ان انا اوريها لكم قوي. هاجي على الحلقة الخلفية بتاعت اي غرزة اهو، وهشتغل هسحب الخيط الاول. خلاص معايا الخيط القصير ورا اهو عشان هداريه مع الشغل وانا شغالة اهو، وهاخد هقفل بمنزلقة كده. تمام، حاولي ان انا مضايقش الغرز لان انا هشتغل بعد كده غرزة السنبولة، فمحتاجة ان الغرز بتاعتي تكون مش شد قوي، هو كليم اصلا بطبيعته يعني مش عايز شد قوي عشان ما يبقاش مقوس معاكي. تمام كده اهو، هاجي على كل حرف الفي، هاجي في الحلقة الخلفية بتاعته وهشتغل غرز حشو اهو. حرف الفي هاجي في الحلقة اللي ورا دي، هو حلقتين اهو، حلقتين هاجي في اللي ورا وهشتغل عشان اعمل حرف للصناعي، وهشتغل عليه كله غرز حشو عادية جدا. خلاص كده انا اشتغلت اخر غرزة اهي في الحلقة الخلفية. انا دلوقتي هقفل، زي ما انتوا شايفين حرف الصينية بدأ يقف اهو، خلاص بدأت تاخد الشكل اللي انا عايزاه. هاجي هقفل بالطريقة اللي احنا عارفينها، هاجي على حرف الفي اهو، اول حرف في، والحلقة اللي انا سبتها اهي بتاعت الغرزة هسحبها جوه الفي دي اهو. حاول ان انا ما اخليهاش طويلة قوي برضو علشان اهو، يعني اخليها عشان تلم الصينية معايا ما تكونش واسعة اهو. انا كده سحبتها زي ما انتوا شايفين اهو، هو الخيط برضو سخين برضو على فكرة، الخيط مش رفيع، وانا كمان مريحة ايديا في الغرز خالص علشان الصينية ما تلمش مني. تمام كده اهي، هاجي على الارتفاع اللي انا كنت عاملاه اهو، ده الارتفاع اللي انا كنت عاملاه اللي هو اللي انا عملته في اول حلقة خلفية، وهدخل في النص بالظبط عشان هعتبرها دي اول غرزة معايا، وهاخد الخيط من ورا وانا ماسكة دي اهي عشان ما تطلعش، وهسحب الخيط بتاعي بالراحة كده، هي دايما اول غرزة برضو بتكون صعبة شوية اهو، هسحب الخيط وهجيب الحلقة اللي ورا دي وهدخلها كده اهو، وهسحب الخيط وهتبقى معايا دي اول غرزة، لان انا هشتغل الصينية دي بغرزة السنبلة. فهاجي في كل غرزة هدخل في النص، مش هدخل في حرف الفي اهو، وهنريح ايدينا طبعا علشان لما نيجي ندخل في نص الغرزة ما يكونش الموضوع صعب قوي. انا هوريكم اهو، انا بدخل اهو، ادي الغرزة، انا مش هدخل في حرف الفي هنا، انا هدخل في النص، في نص الغرزة كده اهو. تمام، دخلت في نص الغرزة وهسحب الخيط واخدها حشو عادية جدا. انا هشتغل السطور كلها بالشكل ده، غرزة السنبولة هشتغل
سطر كمان وهقفله، هشتغل سطر كمان وهقفله، يعني هشتغل حوالي 4 سطور او 3 سطور، وهرجع لكم تاني عشان نحدد او نشوف الطول بتاعها وصل لايه، وهنشوف هنحتاج ان احنا نعليها اكتر من كده ولا كفاية علشان نعمل بعد كده هنغير اللون وهنشتغل الايد بتاعتها. خلاص انا كده خلصت السطر التاني، انا هكتفي ان انا اعمل الصينية دي سطرين اتنين لان انا مش حباها تكون عالية. طبعا انتي براحتك حابة تعليها مفيش مشكلة اكتر من كده، ممكن تعمليها 3 او 4 سطور قبل ما تعملي السطر النهائي اللي هيكون فيه الايد. انا اكتفيت بالسطرين دول، خلاص هقفل السطر ده كده زي ما احنا متعودين نقفل اهو، هشد الحلقة لجوه علشان ابدأ السطر الجديد اللي انا هعمل فيه الايد. السطر اللي انا هعمل فيه الايد اللي هو السطر الثالث هيكون من نفس اللون. قبل ما اغير اللون الجديد انا هدخل اللون يكون موجود في الوان الخيط اللي انا شغاله بيه اهو. هبدا السطر ده عادي خالص. انا قبل ما ابدا السطر ده اوريكم انا عملت ايه. انا عديت عدد الغرز وقسمت مكان الايد اللي انا هعملها، خليت المكانين قصاد بعض بالظبط. انا سبت هنا 5 غرز وهنا 5 غرز، وخليت الغرز اللي انا سايباها بين الايد دي والايد التانيه متساوي. يعني انا سبت، طبعا انت عدد الغرز عندك مش شرط يكون هو نفس عدد الغرز اللي عندي، فانت يعني هتقسمي ازاي؟ هتعدي عدد غرز الصينيه وهتشيلي عدد غرز للايدين من كل جنب مثلا وتجمعيهم، مثلا وليكن مثلا انا سايبه 5 من هنا و5 من هنا يبقوا 10. العدد اللي هيتبقى هتقسميه على 2، هيكون سايبه نصه بين الايد دي والتانيه ونصه من الجنب التاني علشان يبقوا الاتنين الايدتين يعني قصاد بعض. انا هكمل هشتغل غرز حشو عاديه جدا لحد ما اوصل لمكان الايد. هحاول ان انا ما اشدش ايدي قوي وانا شغاله علشان لما اجي اشتغل اللون التاني، انا اللون التاني اللي انا هشتغل بيه هيكون اتخن شويه من اللون ده، سميك شويه، فانا هريح ايدي علشان اعرف ادخل بالابره، لان كمان الخيط التاني هيكون مقاس الابره فيه مختلف شويه لانه اسمك من ده. يعني انا شغاله ب8، التاني هشتغله ب9، وطبعا هو ما فيهوش مشكله ان انا اشتغل بمقاسين لان ده كله هيكون الصينيه هتكون حرفها مريح من قدام علشان ما تكونش لما لقدام كده، لا انا عايزاها مريحه، عايزه الحرف بتاعها يكون مريح ما يكونش لامم لقدام. خلاص انا هوصل لاول علامه انا علمتها اهي، هاخد الغرزه دي خلاص انا وصلت للعلامه اللي انا معلماها. انا معلماها بحته خيط من نفس الخيط اهو، او اعلميها باي حاجه بدبوس او اي حاجه. انا هشيل العلامه وهشتغل في نفس الغرزه، هشتغل فيها غرزه حشو تمام كده. بعد كده هاخد، انا سايبه هنا 5 غرز، لا انا مش هاخد قصادهم 5 سلاسل، لا انا هاخد اكتر من كده علشان طبعا 1 2 3 4 5 6 7 ونقيس، لا لسه 8 9 اهو، عشان انا الخيط عندي كمان لسه هشتغل عليها فهي هتتخن اكتر من كده. يعني انا خدت 9 غرز وسبت قصادهم من تحت، اشتغلت في غرزة وسبت 5 واشتغلت في الستة اهي، الستة هشيل منها العلامة وهشتغل فيها، هقفل عادي جدا غرزة عادية. خلاص بقى الفراغ عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، سلاسل عادية. طبعا احنا لما نيجي نشتغل بعد كده باللون التاني، لو اللون التاني رفيع ممكن نشتغل في قلب السلسلة عادي، لو الخيط هيكون تخين ممكن نشتغل حوالين السلسلة عادي، مفيش مشكلة في الحالتين، في الحالتين صح. وهكمل لحد ما اوصل لمكان الايد التاني وهشتغله بنفس الطريقة. خلاص انا كده خلصت السطر اللي انا شغالة فيه، اللي انا عملت فيه الفراغات بتاعت الايد، قصدي اخر غرزة. خلاص انا كده مش هشتغل باللون ده تاني، انا هغير اللون، وطالما هغير اللون يبقى هفصل الخيط خلاص كده وهسحب الخيط علشان هقفله بإبرة التنظيف. خلاص الايدتين معايا هم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا سايبه لهم الفراغات دي
بقى شكل الصينية معايا كده. خلاص هجيب إبرة التنظيف بتاعتي وهقفل السطر الأخير اللي أنا عملته علشان هدخل اللون الجديد. هدخل من تحت حرف الفي وهلف وارجع على حرف الفي اللي قبله وهدخل في النص علشان أداري الخيط جوه الصينية جوه الغرز اهو. خلاص كده امشي شوية كده بين الغرز. حاول ان انا اثبت الخيط بطريقة كويسة علشان ما يفكش مني اهو. خلاص كده شده كويس وهفصل الخيط بتاعي. هجيب اللون الجديد معايا لون تاني سادة انا هشتغل بيه اهو، وكمان هغير مقاس الابرة لان الخيط الجديد اللي انا هشتغل بيه سمكه اعلى شوية سميك شوية، فانا هغير اللون وهاجي على مكان القفلة اللي انا قفلت فيه اهو. تمام اهو المكان اهو، وهدخل الخيط في قلب الغرزة اهو كده، وعشان كده بقول لكم ريحوا ايديكم وانتوا شغالين علشان لما تيجوا تدخلوا اللون التاني لو هو اسمك شوية او حتى مش اسميك شوية برضو نريح ايدينا. خلاص ده هيبقى السطر الاخير، انا دخلت الخيط هاخد منزلقة كده. بعد كده الخيط اللي جوه القصير زي ما احنا متعودين هاخده معايا علشان ما اضطرش اهو ان انا داريه بعد كده بالابرة، يعني انا قدامي فرصة ان انا اشتغله كده. طبعا برضو ما شدش ايدي عشان حرف الصينية ما يلمش معايا لقدام. خلاص هشتغل بقى الغرز كلها زي ما انتم شايفين الخيط اتخن من التاني بشوية كده كتير، يعني هو التاني برضو ما كانش رفيع بس ده اسمك منه اهو. هريح ايدي وهفضل اشتغل كده انا كده وصلت لاخر غرزة اهي اللي هي قبل السلسلة على طول بتاعت اللي انا عملتها عشان اشتغل عليها الايد. وزي ما انا قلت لكم قبل كده لو الخيط رفيع احنا ممكن نشتغل في قلب السلسلة عادي وبعد كده السطر اللي بعده نشتغله على السلسلة نفسها على الغرز نفسها. لو الخيط تخين زي ما انتم شايفين لا انا هشتغل دوران حوالين كده، يعني هشتغل في الفراغ غرز حشو جنب بعضها اهو كده، يعني انا سايبه مثلا 9 سلاسل ممكن اشتغل 9 غرز او لحد ما احس ان الايد اتغلفت. دول كده 3 اهو 3. خلصنا كده السطور باللون الرمادي. انا كده دي اخر غرزة زي ما احنا متعودين مع اخر غرزة من نفس اللون هفصل الخيط علشان اقفلها صح. افضل تقفيل ممكن تقفليه طالما هتغيري اللون هيكون بإبرة التنظيف، لكن لو انتي مش هتغيري اللون وهتكملي بنفس اللون طبعا ما تفصليش الخيط. خلاص هو ده اخر سطر بعد ما عملت الايد بتاعت الصينية، هي خطوة واحدة بس اللي فاضلة بعد ما اقفل اهو زي ما احنا متعودين نقفل اهو كده علشان الحرف يبان كل واحد. الخطوة اللي باقية ان انا همشي بغرزة منزلقة على حرف الصينية كله نوع من التجميل يعني علشان نخلي الشكل كمان احلى. لو انتي مش حابة تعملي الخطوة دي مفيش مشكلة. خلاص اهو ده الخيط بتاعي اللي انا قفلت بيه تمام كده. هفصله بقى بعد كده بس الاول هوريكم
هرجع للإبرة المقاس صغير، كل خيط هشتغله بالإبرة المقاس المناسب ليها. اهو مكان ما قفلت وبنفس الخيط القديم اللي انا شغالة بيه الصينية، ومنظر الايد اهي زي ما انتوا شايفين، اوريها لكم من اقرب. تمام كده، عشان نخليها تبقى ماسكة اكتر، متماسكة وماسكة نفسها كده ومش طرية، هنمشي على حرف الصينية كله بمنزلقة، بس نحاول واحنا ماشيين بالمنزلقة ما نشدش ايدينا. اهو هنسحب الخيط كده وهنشتغل منزلقة على الحرف كله، ما نخليش ايدينا شدة قوي. تمام كده، خلاص انا كده اشتغلت منزلقة على حرف الصينية كله. هفصل الخيط، دي اخر غرزة، خلاص كده وهسحبه، وبنفس ابرة التنظيف بتاعتي عشان اخر غرزة يكون شكلها شبه بقية الغرز وما يبانش ان انا قفلت، ادخلها من تحت حرف الفي اللي هو اول حرف في. اهو ثانية واحدة اظبطه، بس لازم نتأكد ان الغرزة دي مظبوطة علشان مكان القفلة بتاعي ما يكونش ظاهر ويكون شكله مش حلو. اهو نسحب الخيط كده، تمام اهو هنعديه كده، وهنلف ونرجع لحرف الفي اللي قبله، وهندخل في النص ونعديه جوه الصينية نفسها. خلاص اهو الشكل بقى منتظم، تمام مش باين شكل اي قفلات ولا اي حاجة. وهاجي من جوه الصينية كده اعمل ربطة خفيفة خالص اهي، وبالابرة اداري الخيوط بتاعتي تحت الغرز التانية، حاول ان انا اخليها ما تكونش باينة قوي او شكلها ملفت قوي اهو، حتى لو هضطر ان انا اعديها من الناحية التانية هي كده كده هتوه في بقية الغرز. اهو انا لما يعني ما بعرفش اشدها يعني والدنيا بتوه معايا بقوم شدها بسناني. خلاص كده انا سويتها علشان ما تكونش باينه، والجنب التاني برضو هداريه. تمام كده، خلاص هي كده الصينيه خلاص ما بقاش فيها اي حاجه خالص اهو. تمام كده، الخيط لما بيكون تخين بيكون صعب في الشد شويه. خلاص كده اهي مش باينه من بره ومش باينه من جوه، اهو مكان القفله مش باين، مجرد ربطه خفيفه. تمام كده، كده الصينيه خلصت معايا زي ما انتوا شايفين، نستخدمها بقى لتقديم اي حاجه. وعملت معاها خيط الكليم برضو، عملت معاها الكوستر ده اهو، عملت كده حاجه كده زي طقم الوان. الكوستر ده ان شاء الله هتلاقوا ليه فيديو على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه، كوستر بخيط الكليم للي حابب ان هو ينفذه بنفس الطريقة دي. اهو مجرد ان احنا بنحط كده وبنحط الكوبايات او بنحطه من غير يعني ما بنفرش فيها اي حاجة خفيفة كده من المفارش بتاعت الصواني، وبنحط فيها العصير او اي حاجة هنقدمها. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، وهستنى رأيكم.